مشهد متكرر يحمل الجرم ذاته دون حجة أو دليل أو إدانة واضحة، وكأن فوهة آلة الاحتلال العسكرية لا تأبى لأي محاولات للردع أو أي اتفاقات للهدنة، أو ربما تسعى لتعويض تلك السويعات القليلة التي أجبرت على وقف القتل بها رغبة في إكمال عملية التطعيم ولتعويض تعطشها لسفك الدماء. فرغت خزينتها في أكبر مخيم للاجئين داخل المنطقة الوسطى بقطاع غزة، وتحديداً منطقة الهدنة المؤقتة على أعتاب مخيم النصيرات، حيث تلك المدرسة الأممية التي تنتمي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، والتي حذرت الأمم المتحدة من استهدافها سابقاً كونها تؤوي أكثر من 2000 نازح باغتت آلة الاحتلال أرواح ساكنيها فدمرت كل شيء فوق رؤوسهم للمرة الثانية خلال أقل من 3 أشهر. الاحتلال لا يريد انتهاء الحرب ولا تشغله أي محاولة للتهدئة والردع كرئيس حكومته تماماً، فكلما اتخذ العالم خطوة نحو وقف سيول الدماء الجارية على أرض غزة فاجأ الجميع بمجزرة جديدة، لكنها تلك المرة كانت داخل إحدى أكبر مدارس النازحين بالقطاع. الحجة لم تختلف عن المرات السابقة، إذ ادعى الاحتلال وجود فصائل فلسطينية داخل تلك المدرسة، وهي الذريعة التي يتخذها دوما لقصف النازحين وقتل وتشريد المئات منهم، بالرغم من كون الوكالة الأممية أونروا قد أكدت سابقا أن المدرسة لا تؤوي سوى مدنيين، مفندة أي ادعاءات للاحتلال بشأن ذلك، وهو ما أثبتته نتائج قصفهم الأخير في يوليو الماضي. 10 الشهداء ممزقة أجسادهم لأشلاء يصعب تجميعها، فضلا عن حرق بعضها، إلى جانب المزيد والمزيد من الجرحى والمفقودين. نهج واحد يتكرر في سيناريوهات جيش الاحتلال الإسرائيلي، لا نتائج مرجوة منه ولا أهداف حقيقية سوى رغبة تل أبيب في القضاء على أهل غزة وإنهاء وجودهم فوق تلك الأرض التي لطالما طمعت إسرائيل في سرقتها والسيطرة عليها.